هذا وقف وزير النقل عيسى بكي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية وهران على عملية تصدير شحنتين من الإسمنت، واحدة من 30,000 طن من الإسمنت الأبيض والأخرى تقدر ب 35,000 طن من الإسمنت الرمادي، في ظل استراتيجية ومساهمة مؤسسة لافارج في ترقية الاقتصاد الوطني وتنويع مداخل البلاد خارج مجال المحروقات. التغطية دائما لكريمة سواك. هذا التصدير هذا تم عبر 5 موانئ الجزائر، ما بينها ميناء وهران وين حققنا تقريبا 700,000 طن من الإسمنت والكلنكر. من وهران نصدروا بالحاويات بالباخرات تاع الكلنكر وحتى باخرات صغيره للسوق الاوروبيه، يعني نوعنا للديستيناسيون تاعنا ونوعنا للزبائن تاعنا. اليوم رانا نصدروا تقريبا عبر العالم، كل قارات تاع العام نصدروا لهم الاسمنت المصنوع في مصانع لافارج. كل التعليمات أعطيت من طرف السيد الوزير الأول لجميع القطاعات، قطاع الفلاحة، قطاع التجارة، قطاع الجمارك، أن يساهموا في إنجاح هذا النشاط الذي سيسمح لنا بأن نكون على نفس الخط بما يقع على مستوى العالم، ويسمح لنا بالمنافسة ويسمح لنا بالتحكم في تكاليف الاستيراد وتكاليف التصدير.